والتقدير والاحترام لاصدقائنا، دول اصدقاء الحقيقه في البرلمان الاوروبي وجايين في زياره رسميه لمصر، وانا اعتقد انه الناس حاسه بقد ايه التقدم اللي بيحصل في مصر، وعارفين مشاكل مصر، وعارفين قد ايه مصر قدرت تتقدم الفتره اللي فاتت، وعارفين انه في بعض الوشايات وبعض الاكاذيب اللي بتطرح على مصر في البرلمان الاوروبي، لكن هم اديها بالمرصاد. وانا اعتقد في حقائق جدا بدات تتكشف على منظومه المعلومات الخاطئه المغرضه اللي بتحصل في البرلمان الاوروبي، وهم يعني بيدافعوا عن مصر دفاع كويس جدا، لان هم مقتنعين وشايفين وبيجوا يعملوا زيارات دوريه كل سنه، ويمكن كل يعني بيتبادلوا الزيارات. واعتقد انه التقدم اللي عملته مصر والمحاور السياسه الخارجيه المصريه سواء مع الاتحاد الاوروبي او مع الدول المحيطه الافريقيه او العربيه، هم رصدنا كويس جدا، وعارفين في نفس الوقت قد ايه يعني اهميه التعاون بين دول الشمال والجنوب وموقف مصر تجاه القضايا الدوليه. والحقيقه احنا قعدنا ناقشنا في موضوعات كثيره جدا دلوقتي على مدى الساعتين اللي فاتوا، لكن انا لقيت عندهم الحقيقه قدر كافي من الحقائق، ودول الحقيقه يعني اصدقائنا واحبائنا اللي موجودين في البرلمان الاوروبي، واللي بيرصدوا الحقيقه وبينقلوا الحقيقه وبيحاولوا يبطلوا كل الاكاذيب والوشايات اللي اصلا هي مغرضه عن مصر. انا برحب بيهم وبحييهم وبشكرهم.